السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم ايس زي، ورجعت لكم يا شباب بالحلقه الخامسه من لعبه مارفل سبايدر مان. ولا تشوفوا قبل ما نبدا تضغطوا زر اللايك وسبسكرايب، وخلونا نكمل يا شباب. بسم الله. اوكي يا شباب، الحين احنا على اساس اننا رايحين نقابل ايميلي. طيب ماشي، ازاي اقنع ام جي ان انام على كنبتها؟ واخر مره قال انه رايح لها. نشوف. اهلا يا ام جي، انا بيتر، ممكن استنى عندك؟ رسمي قوي. ام جي، انا كنت معدي هنا وقلت ده سخيف، ما عارف ايش اقول لها يعني. واضح انه رايح لها. اهلا ام جي، احنا رجعنا نتكلم، فقلت جايز كده انا بشحت منها. وانا ليه مكبر الموضوع قوي؟ احنا اصحاب مش كده؟ الاصحاب بيناموا عند بعض طول الوقت، دي مش غريبة على حاجة. دي كنبة، كنبة ام جي. بفكر في ايه؟ اوكي اوكي، هنا اوكي، بنا مكان فوق. ايوه هنا. لسه جاي لي انذار شبكة. واضح ان قصة ام جي انتشرت. شكلي كده لازم الاقي مكان تاني، شكلها كده مشغولة. يا ريت هاري كان موجود، كنت بت عنده. اوكي، هو الحين ما عنده مكان اروح فيه. انا ما عارف السبب صراحة ليه بالضبط يعني ما يروح بيته. الرقم مش ظاهر. بس دقيقة يا شباب، يعني الليفل حقنا زاد الحمد لله. خلونا نشوف اذا مداري اجيب له لبس جديد. والله صراحة شباب ما اظن لسه. اوكي اوكي اوكي، ان شاء الله قدام راح نقدر. طيب بالنسبة للمهارات، عاد اعتقد دحين مدى نفتح مهارات جديدة. اوكي خلينا نشوف المهارة دي. اظن اسحب منه المسدس. ايوه ايوه، لا هذا حتساعد بشكل كبير. والله مسدسات جدا مزعجة. اوكي تمام تمام. اهلا يا سبايدر، ما شفتكش من مدة كبيرة، وحشتك. تعال العنوان ده، امسكني لو هتقدر. افتكر اني عايز تطلع لي. يا باين انه واحدة شريرة على ما اعتقد. الله يستر، ان شاء الله ما تكون جامدة ونقدر عليها باذن الله. اوكي من هنا من هنا. ايوه هو ذا المكان. على فوق على فوق على فوق. اهلا يا سبايدر، بفكر فيك كتير الفترة الأخيرة، كنا حلوين مع بعض مش كده؟ متهيألي جه الوقت لاكات، يعني البسة السوداء لاكات. هتعرف انها باتمان دي، مو عشان وعدتني انها هتبطل العادات دي. هي كانت بتدور على ايه؟ هل في اي حاجة دي غريبة؟ اوكي باين ما في شيء ادوره. عايزاني الاقي حاجة، لازم ادور كويس. والله ما في الا رسمة ذا غريبة صراحة. لا ما في شيء هنا يشبه. اوكي. اها اها، طلعنا هذا هو. واحدة من قططها بتحط في دول موسعات النطاق وتلقط كل اشارات الراديو. هذا السته في مكان مرة بعيد. هقول ده اليوري عشان تلقطها. فليشيا أذكى من إن هي تقحم نفسها في مخاطر زي دي، شكلها محبطة لسبب ما، لازم أخلي بالي. يا يوريا، لسه معاكي بدلة بلاك كات والمعدات في أوضة تخزين الأدلة؟ متهيألي كده، ليه؟ هي رجعت؟ يمكن، بس اتأكدي من الموضوع وقوليلي لو كانت معداتها لسه موجودة هناك. هعمل كده. اوكي يا باين شردت يعني، على اساس ان الشرطه مسكينها. يعني اعتقد انها ممكن شارده هي. قسم متاخر في ايه؟ افتكرت ما بيننا ميعاد على العشاء الليله. اوه صح، انا اسف نسيت، اصله كان يوم صعب وخسرنا تمويل المعبد. اوه بيتر انا اسفه. وتقريبا كده كمان اتطردت من شقتي. ايه؟ هو انطرد من شقته.
في الحقيقة لا، مش صحيح. أنا بس خايف أسأل، هل في مكان في الملجأ؟ أكيد، ممكن تنام على الكنبة في مكتبي. شكراً يا مي. قرب نوصل المكان اللي نبغاه. لا لا لا، مو مرة بزيادة. أوكي هذا هو. استنى، حرب العصابات اللي ما بين الشياطين وفاسكا عمالة بتزيد. عارف، حتى شاكر جزء منها، أقنعوه بإدارة شوية حاجات لصالح الشخص. مش مصدق إني ما نمتش من ساعة القبض على فيسك. أنا لازم أخلي بالي من نفسي شوية. أوكي، فين المكان اللي نبغاه؟ فوق، ومن هنا تطلع. أيوة تمام. بتعمل إيه في الوقت ده؟ يا ريت تكون كنبة مي مريحة. اها، هو على اساس بينام هنا. اها، بين عمت حطت له فلوس هنا. مش هقدر استحمل. تقدر وهتتحمل. هدفع لك بعدين قريب. اطلب المساعدة المرة الجاية. اوه، انت فيك شبح من بين قوي. لازم تسيب كبرياء باركر ده وتتقبل انك انسان زي باقي الناس. مارتن، انا اسف للازعاج، كنت عايز بس اقولك اني خرجت من المدينة. انت المسؤولة على مرجع. تقدر تعتمد عليا. انت هتغيب قد ايه؟ حقيقي مش عارف. هل كل حاجة تمام؟ دي شوية أمور شخصية كنت بخطط لها من فترة، بس خلي بالك من المكان ده، ده بيمثل أفضل جزء مني. ماشي، أحسن لي أبقى مشغولة. أتمنى يكون مستر لي كويس. أهلا. أهلا، شفت قصتي؟ شفتها، أكيد رابي سعيد قوي دلوقتي. أيوة، القصة انتشرت بسرعة. وإيه كمان، العمدة أوزبورن قال إنه هيمنح الضابط ديفيز جايزة النهاردة. واو، ثواني، مش اجتماع حملة أوزبورن بعد؟ أنا فهمت بيعمل إيه. كلنا سعادة علشانه، بس برضو أكيد لحظة جميلة بالنسبة للضابط ديفيز وعيلته. هبقى هناك أغطي القصة، تحب تيجي؟ طبعا، وأبقى أشوفك. اوكي اوكي، باي الرحله دحين. مهم بالنسبه لي ناخد فلوس من ماي. لازم اروح للمدينه واحاول اردهم لها. عنديش ارسال، لازم ادور على ابراج زيادة عشان اشغلها. اوكي اوكي، نزلنا البرج. انا اقرب برج هو. في برج هنا، كويس، ده مو بعيد. اوكي هذا برج، خلونا نصلحه عشان يجينا الرسال. تمام، اوكي، حلو حلو. عندنا شنطة هنا من الشرطة اللي جمعها. اوكي اوكي اوكي، خلونا نروح المهمة دي افضل. تعال تهو. يا سلام عليك يا بطل، اديهم وخر. يا سلام. احنا كنا فين؟ اوكي اوكي اوكي، حتى شاكر جزء. والله الرصاص مرة لازم انتبه منه. وخر يا سلام عليك. الموضوع هيكون سيء كفاية. اوكي اوكي، اللي بعده. قاع يا بطل، تمام، وخر عن الرصاص.
خرب بيت ابو ضربتك يا شيخ. يا سلام عليك يا شيخ. مبروك. هذا كان اخر واحد. اكون مبسوط لما يخلص. معطورة فيها شياطين بسلاح ما بتخوفنيش قد الكلام قدام جمهور، بس انا بتكلم عن حاجة تانية. ايه الاخبار؟ جات لي معلومات ان الشياطين رايحين على وسط المدينة عند موقع سلك. مراتي هتقتلني لو ما روحتش تجهيزا حفلة لعبة عسكر وحرامية، بس اعتقد ان جاري الطيب عايز يعرف. مفهوم، هعدي عليك اعرفك اكتشفت ايه. هي اديك نصيحة للكلام قدام الجمهور، تخيلهم بملابسهم الداخلية. استنى بلاش اوزبون، ولا اقولك مش مهم. اوكي اوكي اوكي، هيا بطل هيا قرب نوصل المكان اللي نبغاه. صراحة يا شباب يعني شوفوا اي مكان ما دكت تقعد تتنقل فيه، يمين يسار، هذه لمسة جدا حلوة صراحة من اللعبة. الطريقة صراحة تتنقل فيها والله صراحة شباب تطفش منها لو ايش. اوكي هو ذا المكان اللي نبغاه. شركة الشحن الموحد. جيف أنا هنا. شايف إيه؟ دوروا على الباقي، الزعيم عايزه ميتين. الظاهر إن الشياطين بيتحركوا في منطقة فيسك. هتاخد ده؟ هتولى الأمر. أوكي أوكي أوكي، أنا شوفنا ناخذهم على الهادي، عبد الهادي أفضل بكثير. ان شاء الله ما يلف يا رب ما يلف. لا تلف لا تلف. يا سلام عليك بطل. اوكي اوكي هذا اول واحد. هذا اول واحد منه لسه فيه كمان. هذا كيف نظام راح يلف ولا كيف؟ اوكي اوكي خلونا نقرب منه. يا بطل بدك تهجم عليه من هنا؟ هو واحد اللي هنا بس. اوكي اوكي تمام. هذا كذا ما دار ندركه. يا سلام عليك يا بطل. اوكي اوكي هذا الثاني وقتلناه. في واحد هنا مره قريبي وهذا هو. يا عين عليك تعال. يا سلام عليك حلو حلو. انا خفت انها ما جت فيه. طيب طيب احنا الى الان بالسليم. ويلك هنا في اكثر من واحد. خلينا نشوف هذا مدري الطيارة عليهم. يا سلام عليك يا بطل. ايوه تعال قرب قرب يا بطل. والله مره بعيد. يا سلام عليك حلو حلو حلو. الله يدركناهم على الهادي. اوكي اوكي خلاص بالله عليه روح المكان ده. لقيت اللي جاي علشانه. مش مضطر تقتلنا احنا كمان. دلوقتي منطقه مسك بقت من كده. مش النهارده. يا سلام عليك والله يا ذي القنبله يا مره طيبه. خش من تحته تمام. خلاص موت موت. كيف في كمان ولا كيف؟ تمام ذاك كان الاخير. اهلا ويلي. انت دي بدلة حلوة مرفعاك. ابعد عن شغلي. استنى الشياطين مين قائدهم؟ انقذ رجالتي وساعتها هقول لك. يا ساتر. اوكي 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 اشرار تانيين. خلينا نساعد رجاله عشان يقول لنا. يا ساتر والله دول جامدين كمان. اوكي اوكي فينهم فينهم؟ اه هذول هم رجال لازم اساعدهم سريع. وخر 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 عنها والله القنبله تسوي دمج مره كبير. اوكي اوكي
تمام تمام. هي تعال تعال خذ لك يا عيني. هي هي اللي بعده. تعال ما انت رايح مكان. تعال كذا. فين وذا؟ ويلك ذا عصاية والله تسوي ذا مش مرة كبير. ديه يا السلام عليك. هي هي اللي بعده. اخر يا لطيف. هذا الهليكوبتر قاعد تطلق علينا ولا مين؟ تمام شديت انتباههم. يا السلام عليك. سريع سريع انهي. يا السلام عليك. هي هي ذولي ذولي. يا السلام. يا الله. اوكي اوكي هذا اول واحد ان شاء الله انه مات. اوكي حلو. والله الاثنين ما مات. لا ذاك مات. والله الاثنين يا ساتر. اعرفهم ذولي ما يموتوا على طول. اكيد اكيد. اوكي 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 خلينا نروح نساعد لهناك. يا ساتر يا اخوهم كثير. اوكي اوكي وخر وخر. هي هي اللي هناك اللي هناك بطل. هذولي ذولي مره ذولي يا شيخ والله معاهم عصايات تسوي دامج كبير. يا سلام عليك. انهي. الله عليك يا بطل. هي 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 كمان. اوكي 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 لازم ننتبه والله لازم ننتبه. صقعاتهم مره تسوي دامج كبير. وخر عن ضربته يا لطيفه ضربته. خليكم هنا في كمان. استنوا الشرطه. احنا ساعدناهم كل اللي عليه دحين اعتقد نروح الدور اللي فوق. ايوه هنا هنا. تمام تمام. يا عيني عليك بطل. حلو اللي بعده. وخر وخر وخر. اديه يا سلام عليك. كل جهه ذي باينه فضيناها. ايوه فضيناها. تمام وقع اعتقد فوق هناك. يا سلام عليك بطل على طول. لا 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 ذولي مره ما يعجبوني انا. يا سلام عليك. ارميه. تمام تمام. هي هي اللي بعده. يا الله يا ذولي يا لطيف الدامج اللي سووه. هذه هذه بسويها باللي تحت ده. تمام تمام كويس. اوكي اوكي انقذناهم كلهم ولا باقي كمان؟ اها باقي هنا. هنا في حفله يا كبرها. يا سلام عليك بطل على طول. اترحمهم على طول. وخر وخر وخر. يا بطل هي انهيه. تمام تمام. اسقع يا سلام. اوكي اوكي الاخير الاخير. تعال تعال خذ لك يا سلام. ما ترى لسه ما ترى لسه موت. اوكي هذه عاد كانت اخر شيء. الله يا البقاه يخرب بيته يا ابو العلم تعافي. يا ساتر اهدى علينا اهدى علينا يخرب بيتك على طول جاي يضربنا. اديها بطل. تمام يخرب بيته يا ابو العلم تعافي. خليني ادير من القنبله ذي. تمام تمام والله انا هنا بدري بدري. رجالتك بخير. دورك مين بيدير الشياطين؟ يا ساتر لسه فيه. اديها يا سلام عليك. هي هي اللي بعده. وحشني جدا كلام تسك الغامض. ساتر دول ما يخلصوا. يا سلام عليك. هي هي الاخير ان شاء الله. ويلك في احد ورانا وقاعد يطلق يخرب بيته. اوكي فين الاخير فين؟ تعال انت. يا سلام عليك يا بطل. اوكي اوكي على فوق على فوق على فوق ولا تهيأ. اها من هنا. اوكي اوكي هيا بطل هي على فوق. أهلاً من تاني.
ساتر استر هذه بتطيح. لا 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 يا لطيف الطف. يا الله بتطيح عليهم. ايوه هيا ان شاء الله حجيب ريكس. تمام تمام هيا هيا ريكس اللي بعده. تمام تمام كيف احنا الان بالسليم الاخير. حلو حلو يلا يلا الحمد لله. هيا تمام دقيته. يا سلام عليك الحمد لله مسكناها. كيف كيف خلينا نلحق الهليكوبتر. وصلتني تقارير عن يا ساتر استر الهليكوبتر قاعد يدمر الدنيا. الامور مع الشياطين الاهالي. اهدي يا يوري انا هتصرف. فين هي فين هي؟ وهذه هي احنا وراها وراها. ما هي فالته مننا ان شاء الله. هيا هيا بطل من هنا من هنا راحت. حلو 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 هيا هيا قربنا منها قربنا خلاص. هيا بطل هيا. يا ساتر لا عاد الا الصواريخ. مشكلة مرة والله الدامج حق الصواريخ مرة كبير. فين فين وما راح يجي فينا ان شاء الله. ويلك ذا كان جاي علينا على طول. عارف يمكن لازم تعمل البطولة دي اسرع شوية. بحاول يا يوري حاب اكلمك. اوكي اوكي قربنا. اي هذا كيف يجي فيني هنا. اوكي هذيك هي هذيك هي خرب بيتها تاخذ لفات بزياده. وخر 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 يا لطيف الحمد لله ما جا فينا. اوكي اوكي انا لازم احاول ارتفع شويه كمان. اوكي تمام وخرنا عنه. يا لطيف والله يا دمرت الدنيا تدمير. اوه ياهو وخرت عنه يا شباب شفت انتم كيف. يا سلام عليك بطل. يا لطيف يا لطيف الحمد لله ما جت فيه. اوكي اوكي اتمنى انت ما نجري. يا لطيف وخر 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 سريع والله صواريخهم جاي علينا. اوكي قربنا منهم يا بطل. يا عيني عليك انهي الله عليك يا بطل. ممكن اطلب من حضرتك تنزلني من الهليكوبتر؟ اوكي وخر عنه اديه. يا سلام هيا اوكي حلو. يا سلام يا عيني عليك وخر عنه وخر. والمفروض اني اوخر عنه. ها روح من هنا. تمام تمام لازم اوقف المحرك الثاني. ويلك جاي هيا هيا دحين 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 بدل ما اوقف المحرك الثاني. يا سلام عليك يا بطل. خلاص عاد اكيد دمرناها. عايز خطه عايز خطه بمنتهى السرعه. تمام الحمد لله دقناها. سريع الحمد لله تمام. يا لطيف كانت تسقع فيهم. سلام اطلق 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 كمان كمان كمان. الحمد لله ما طاحت. ثبتناها على الاخير. الأقنعة دي فعلا حلوة جدا، جبتوها منين؟ وش تعمل؟ شكرا جدا، هما عندهم ويب سايت؟ يا يوري أنا مسكت الأشرار، لكن بس إيه؟ ممكن تجيبي سلم معاكي. يا مايت يا صاحبي
يا خبر اتأخرت. انت جاي؟ لا انا لازم اروح البلدية عشان حفلة بابا. صح، بلغوا اني بقوله مبروك. اوكي تمام. والله مهمة صراحة، كان جدا حلوة. خلاص لسه بيستعدوا. انا كنت مشغول، قربت اوصل. اوكي خلنا نروح نلحق الاحتفال. والله المهمة اللي دوبها صراحة يا شباب اسطورية بمعنى الكلمة. والله اللعبة كلها صراحة شباب بشكل عام الى الان صراحة اديها 10 من 10، لعبة جدا جميلة. رسالة تانية من الدكتور. بيتر، مش عاوز أكون متشائم، بس الرئيس اللي بشتغل معاه مش بس هيرجع لنا المشروع ويكمله، ده هيعمل فيه توسعات كبيرة جدا. كل شيء وله سبب، حتى تخلي نورمان عنا. أتمنى فعلا ده ينجح، شغل الدكتور مهم جدا ولازم يخلص. أوكي قربنا من المكان اللي نبغاه، على أساس إنه زي الحفل. ان شاء الله بس ما يكونوا في اعداء هناك ولا يصير مشكلة. اوكي هذا هو المكان. تمام. هو ده مدخل المنصة. هنكون قدامها بالظبط. زي ما يكون في ناس كتيرة قوي برا. هتبقى كويس يا قلبي. اخر خطاب ليا كنت في ثانوي. ستاينبرغ ادتني سي سالم. لو تشوفك السيدة ستاينبرغ دلوقتي. هي افهم يا بابا، انت انقذت سبايدر مان وده يخليك من الابطال رسميا. بطل خارق. او ممكن اكون ما بحبش الاستسلام. يلا بينا. اهلا بيكم كلكم، وقبل ما اسلمها للعمده اوزبورن كنت عايز اقول كلمتين وبس. وبعدين اعتقد ان حرب العصابات دي هتنتهي اخيرا. زي تنتهي قصدي لسه في حاجات ما اتحلتش، بس نهايه معقده. ماشي، في مقطوره انسحبت من مكان الحادثه تبع شركه الشحن الموحد. في حاجه غلط في الموضوع ده، مش عارف ليه. ممكن بعد كده نشرب قهوة ونحله سوا. أيوة. ماشي، شكرا يا جيم. ما كنتش قادر أقولها لنفسي بس أحاول. كلنا عارفين إن الضابط ديفيس بطل بجد. لكن بدل ما نطلب قهوة ممكن نطلب عشا مثلا. أنا ممكن أجي وأطبخ. أو ممكن عارفة نتقابل في مكان محايد قوي وناكل وجبة عادية جدا من إيد طبخ محترف. بالنسبة لحركات الشجاعة الاستثنائية اللي أعلم إن ده الواجب، فأنا أتشرف إني أقدم للضابط جيفرسون ديفيس ميدالية الشرف. مكلمة يا رئيس. أنا مشغول شوية يا جيم. مستعجل يا تمام. مبروك يا فندم. شكرا يا سيادة العمدة. أنا بشارك الشرف ده مع عيلتي، زوجتي ريو وابني مايلز. من غير دعمهم أنا ما كنتش هبقى هنا. أيوة، أنا تعبت سنين كتير للحظة دي. مين معايا؟ في الأيام الجاية شركتك هتتدمر ومدينتك وكل حاجة تهمك هتنتهي، والناس هتطلب مساعدتك.
لكن انت مش هتقدر تنقذهم. اسمع يا غبي، بيجي لي تهديدات زي دي مرتين في الاسبوع، خليك راجل وقول لي عايز ايه. اشوفك بتعاني. الساعة تربع انه في شيء بيصير. يا لطيف. يا الله، احنا نلعب على اساس مايلز ذا الولد. هذا هو سبايدر مان. ساعده طيب. ويلك والله ذاك فجرهم تفجير. اوكي خلينا نشوف كذا. طيب هنا ما في شيء. ولا من هنا الطريق الا والله من هنا. يا لطيف. اوكي خلينا نخش من هنا. قاعد يدور ربما على ما اعتقد. يا لطيف والله الدنيا مدمره تدمير. ساعد ساعد امك سريع. اوكي تمام. خبر بسرعه اكثر. هي بطل ارفع. خلاص طلعوها. ماما انت كويسة؟ كويس يا ولد. انت كويسة؟ انت كويس؟ انا كويس يا ماما، انا كويس. انت كويسة؟ ايوه حبا كويسة، حبا كويسة، حبا كويسة، حبا كويسة. طيب اسمعي، انا هروح ادور على ابويا. لا مايلز، لا ابوك. اعتقد انه مات ابوه. بابا هناك، هلاقيه. مايلز. اوكي خلينا نروح للاب. بابا عايش والله، مع انه الاب كانت القنبلة عنده، فصعب انه يكون عايش. اوكي الاب كان هناك، هو عند الدرج هذاك. ده كان هناك. ايه ده؟ يا لطيف، هذول جو. نتمنى انه الولد ذا مايلز انه قوي. بكره نفسك رايح فين؟ اوكي يمكن مو لازم يشوفوني. اوكي اخش من هنا. هيا بطل هيا ليش يشوفوك. يا ساتر والله ما يتفاهم ويقتل على طول.
يا لطيف، الناس بكل مكان ميتة. اوكي انت انتبه، هذا واحد معاهم باين. هذا راح يشوف لو عديت، اكيد راح يشوفني. اوكي اوكي راح. ميدل جين جيزازا مش عارف اعدي، لازم الاقي طريق من حواليكم. وذا هنا ابن الذين، لو يروح على طول خلاص راح يكون بدر عدي يا حبيبي. وخر. اها ايوه هنا هنا كذا ما راح يشوفني. حجو اوكي اوكي ما شافوني من هنا الطريق ولا انا ايش مستعجلت. اوكي اوكي الحمد لله ما شافوني. هيا بطل هيا من فوق من فوق. يا ساتر استر، والله لو شافوه على طول حيقتلوه. اوكي اوكي انتبه انتبه. طيب طيب احمدني اطلع. بابا كان هنا. اي اهدا الحمد لله على اخر شيء، على اخر شيء ما شافوني. اوكي 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 ده احمدني اروح، انا خايف ذا يشوفني. اوكي ابوه هناك. اوكي تمام وصلنا. يا مجنون. لا 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 كفاية، احنا لازم نمشي حالا. مستر لي ذا معاهم، يخرب بيته يا شيخ. بابا 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 لا اصحى يا بابا اصحى اصحى. اوكي بعد اسبوع هذه باين انها جنازة ابوه. أنا آسف لخسارتك. أنا أعرفك؟ أنا بيتر باركر، كنت في مبنى البلدية لما. بص عارف إنك ما تعرفنيش، بس كنت عايز أقول. عارف بتمر بإيه؟ أنا ده اللي أنت كنت هتقوله صح؟ أو كل الأمور بتهون مع الوقت؟ أو ما تقلقش، ده جزء من مصيرك. آسف كنت بحاول بساعد. عارف أنا آسفة جدا، مش عارفة هعمل إيه معاه. اهلا ده انا. هاي بتفكر في ايه؟ اظن اني فشلت والولد فقد والده. عارفك كويس وعارفه انك مش هترتاح. طب الشرطه وصلت لايه؟ ما لقيوش دليل يوصلهم لليه؟ دول مش بيدوروا عليه، حتى يوري مش مصدقاني كده. مهمتنا اننا نلاقيه،
أنا كنت بعمل بحث. روح العنوان ده. مارتن ليش ترى حصة كبيرة في مركز إعادة التصنيع السنة اللي فاتت. تفتكري هو مستخبي هناك؟ يمكن. إحنا عارفين إنه مش في فيه. لو مش موجود في مركز إعادة التصنيع يبقى ممكن تلاقي حاجة تدلك على مكانه. أيوة رائع يا أم جاي، هعرفك اللي وصلت له. حاجة كمان، اتكلمت مع محقق عن استجواب الشياطين اللي اتقبض عليهم، وكلهم بيدعوا ان مارتن ليه على علاقة بناس قالوا عليهم فاسدين. افساد؟ ده معناه ايه؟ بيقولوا نوع من التحكم في العقل، بيخرج الجزء السيء اللي جواك، بيخليك تعمل حاجات ما بتعملهاش. واضح ان ده صعب يتصدق. ده كلام واحد عنده قدرات خارقة. طيب الشباب، وكذا وصلنا نهاية حلقتنا. الله يعطيكم العافية شباب المشاهدة. أتمنى شباب نحل قناة الإعجابكم، إذا إعجابكم بلا شباب تضغطوا زر لايك وسبسكرايب تدعم أخوكم. من بإذن الله يا شباب أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله شباب. I'm out. Peace.